شحال من وحدة إذا ساحت لها الفرصة كتخلي بلادها وكتهرب منها بحثا على الحرية وحتى على الاستقرار، حتى كتلقى راسها وسط غربة اللي باش ما تقتلهاش كتخليها أنا تسلم لشي طريق اللي عمرها ما كانت ديالها. وهادشي اللي غادي يوقع مع منال في حكايتنا الليلة. لكن في الأخير فاش دركات الحضيض نتاع شنو هي وسط منه، غادي تدوز مباشرة للطريق صحيحة، وهنا فين حققات من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. ما تمشوفين، بقوا معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليك. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. اذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار كيف العاده غير هو. والاول ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود وكيدير معايا فرق كبير. وكدائما وابدا شكرا بزاف للتعليق ديالكم الجميله والرائعه اللي ديما كتخليو ليا لتحت. قبل ما نبداو في حكايتنا الليله، إذا حتى انتي عندك شي حكاية اللي فيها عبرة وغادي يستفد منها المستمع إيجابية ولا سلبية، ما تنسيش أنك تشاركيها معايا. شاركيها معايا هو الأول باش نشوف واش أنها قابلة للحكي، ومن بعد ندوزو على القناة. أول تعليق لتحت غادي نخلي لك الواتساب ديالي، راسليني فيه. فخير ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله، يلا لنبدأ. أنا منال، طفولتي صراحة ما داتش زوينة حيتاش عشت مفروقة على والديا، لانه والديا طلقوا انا عندي 6 سنين. كانت ماما كتقول لي بلي انه السبب هو مات بابا جداتي اللي ما كانش كتحملها، وكانت كتجبد ليها صداع ودير ليها المشاكل، وبابا اللي كان زهواني بزاف. ولكن انا صراحه كان لاصق ليا في الذاكره ديالي انه فاش كنت صغيره كان بابا ديما مصفرنا وجالسين في الاوتيلات وعايشين في الرفاهيه اللي كانت زوينه، وكنت كنقرا في مدرسه اللي هي خصوصيه. لكن بعد ما ماما تلقات من بابا وفاش درت 9 سنين غادي تخرج ماما باش انا تولي كتصرف عليا، حيتاش الاب ديالي حبس النفقه لانه ما بقاش خدام ومرض بمرض مزمن ولا يدير دياليز، وهنا فين غادي يبيع الدار ديالو. هنا فين اضطرات باش انها تخليني هاد الوقيته مع جداتي اللي كانت حنينه فيا ودير ليا خاطري، ولكن ماما ما كانتش بغاتها انها تخليني معاها في الوقيته ديال القرايه. غادي تهزني وغادي تديني عند خالتي اللي كتبغيني، ولكن كانت كتعامل معايا خايب بزاف. عشت معاها وماما كانت كتخدم وكانت كتصيفط لها المصروف ديالي باش انها تقابلني. كنت كنقرا انا ذاك في السابعه ويلاه بلغت. هنا غادي يبدا الزيار من طرف خالتي في شي حوايج اللي ماشي في المحل ديالهم. لما كنت نخرج من المدرسه مع الربعه والربع كان خاصني نكون في الدار، ما نفوتش 15 دقيقه في الزنقه. كانت مزيراني بزاف، واذا خطات كانت كتغوت وكانت حتى انها تتجرأ باش تضربني اذا مثلا ما سمعتش الهضره ديالها اولا ما درتش ليها الخاطر ديالها. زيد على هادشي بلي انه اي حاجه تكتبات في دفاتري في المدرسه تخيلوا معايا كان خاصني نحفظها ضروري، واخا المدرسه ما طلبهاش مني كان ضروري انا نحفظها ونوض نعرضها على خالتي. كانت 8:30 كندخل لبلاصتي، واخا راني وصلت للاعدادي لا 8:30 وسط بلاصتي، ما كانش عندي الحق في التلفازه ولا نكون حره في الدار. كانت دايره ليا بحال السيستم ديال العسكر، كنت حاسه براسي بلي انني ما مرتاحاش معاها، كانت كضربني على اتفه حاجه لدرجة اليومين هذا ما كنحملهاش واخا هي كتبغيني، ولكن داك الحب ديالها بزاف انا ما قديتش عليه، كان خانقني لانه كانت كتدخل ليا في كل شيء، لدرجه انه حتى من الملابس الداخليه ديالي كان خاصها تعرف شنو اللي فيهم اللي لابسه وش من اللون. انا هادشي صراحه كان معقدني وكان تيبكيني، وبسببها كنت كنحاول انني نهرب كل مره من الدار. انا عاقله على واحد 3 ديال المرات غادي ناكل واحد العصا عمرني ما نساها في حياتي من غير العصيه الاخرين اللي كانوا دايزين عاديين. مره كانت ضربتني من تحت العماره ديال الدار، علاش؟ لانه ببساطه كنت قلت لخت صاحبتها يمكن مال ريحتك خايبه، وانا كنت مازال باقا كنقرا في السابعه، غادي تقول لي مالك كدوي بحال هكا واش انت ما مربياش. انا كنت كنحاول ندافع على راسي، ولكن معاها لا ما خصكيش تدافع على راسك، غادي تجرني من شعري. وشتفت عليا قدام الجيران وضربتني. المره الثانيه باقا كنعقل كانت ضربتني وانا مازال باقا عايشه مع جداتي، كانت يلا هي تزوجات وتصورت هي وماما اللي كانت ماما انا داك جات خايبه في التصاور، وانا مع العفويه ديالي قلت شوف ماما كيفاش جات خايبه بحال شي شارفه غادي تاخذ الشطابه، وضربتني بها عند جداتي هلكاتني عصا. ما كانش عندي الحق انني نعطي رايي الخاص في شي موضوع خصوصا اذا كان سلبي. عقدتني منين وانا عندي 12 سنه اللي كنت بسببها تنقول يا ربي غير ديني عندك وهنيني باش انني نرتاح، لانه كنت باقه صغيره وكنحس براسي بعيده على ماما وبابا وما عندي حتى شي حد. كنت كنشوف راسي بلي انني يتيمه عندي غير ديك خالتي اللي انا ما حملهاش باش نعيش معاها
ولكن كنت مضطرة. بابا أنا ذاك وخا ما كانش عنده باش أنه يتكفل بيا، أنا ذاك كان تيبغيني وكان كيعيط ليا يوميا يسول فيا، كان يخرجني وكيتهلا فيا. كنت كنعاود ليه هاد الشيء 16 راني كنعيش، وكان تيقول لي غير صبري يا بنتي العام الجاي غادي نجيبك عندي. بابا اصلا ما كانش عنده باش انه يعيش، كان عايش غير مع امه في الدار ديالها اللي هي في الاصل ديال باه، واحد عمتي هي اللي كانت كتصرف. انا في عامي ديال الثامنه قلت لماما بلي انا ما تليتش باغا نعيش مع اختك، هي غادي تقلق مني، وتناقشت معايا وقالت لي انا صافي امانال غادي نهز عليك يديا، اذا مشيتي ما غاديش نصرف عليك حتى شي درهم، وباك ما غادي نعطي حتى شي درهم. قلت لها صافي واخا انا غادي نتحمل المسؤوليه نتاع القرار ديالي. مشيت وعشت مع بابا في مدينه واحده اخرى اللي كانت قريبه لينا، وقريت في مدرسه واحده اخرى، وهنا بديت كنشوف انه العائله ديال بابا ما كيعاملونيش زوين، ما كيبغيونيش وما كيعبرونيش، حيت عائله ماما كيفشوني، وجداتي ديال ماما كانت كتحماق عليا. هنا ماما بدات كتصبرني غير صبري يا بنتي منال، ما بقى والو نشريو الدار ونعيشو بزوج. كانت كتصبرني بهضرتها، فعلا مشينا عشنا بجوج، وجابت بابا في بلاصه باش انه يقابلني، وهي رجعت تخدم، هو اللي كان يطيب ليا وهو اللي كان مهيض لي فيا وكان عايش معايا. من بعد فاش طلعت للثانوي غادي يمشي بابا في حاله، لانه ماما رجعت لعندي باش تعيش معايا، رجعت انسانه واحده اخرى اللي كانت مبدله عليا في شكل ولا تقاسحه، ولا ربما يمكن حيتاش انا دخلت للمراهقه ما بقيتش قاده انا نستحملها ونستحمل الفهمات ديالها والهضره اللي كانت بزاف، ولكن تبدلات وما كناش مفاهمين انا وياها، والصداع وكنت كنسد عليا ديما بوحدي، كنبقى كنتفرج في كاع المسلسلات التركيه اللي دزت عليهم. فاش لقيت راسي انني ما مفهماش لا معاها ولا مع اختها، قلت احسن حاجه غادي ندير نخرج بوحدي للخارج ونعيش تما. فعلا غادي نفتح ماما في الموضوع من بعد ما شديت الباك، وعاونتني باش انني غادي نمشي لواحد الدوله بعت لي قدامها واللي موراها باش نمشي، اللي فيها داز عامي الاول واللي كان صعيب وما كملتوش في نفس البلاصه، ونط مشيت لمدينه واحده اخرى وبدلت البروغرام ديالي. في هذه المرحله غادي نتعرف على ناس اللي كانوا خايبين، وما كانش عندي صراحه نظهر من الاول انني نتعرف على ناس مزيانين، ما كنتش اصلا تنعرف حتى شي حد ديك الوقيته. العام الاول ديالي غادي نتعرف على بزاف ديال الناس، هالي تيبغي يستغلك، هالي تيقول لك يلا معايا للدار، علما انهم كانوا مغاربه. انا بديت تنقول ويلي شنو هذا الشيء، كاع الدراري ديال المغرب متفتحين حتى لهاد الدرجه في هاد البلاد، ادرا زوج يلا معايا للدار، كان جاتني على داك الشكل. علاش؟ حيتاش كاين البرد في ديك الدوله، وكانوا تيديروا السباب داك البرد والثلج، وزعما الدار كانت احسن. المهم انا غادي نخدم على راسي، وكنت كنقرا وفي نفس الوقت كنت كنخدم. اول خدمه درت غسلت المعنات، وخدمت في لاكيس نتاع واحد الريستو، خدمت في المارشيات ديال العرب، وخدمت في الراود وفي شلا بلايص. غادي نتعرف هاد الوقيته على واحد البنت اللي ما كانش خاصني نتعرف عليها اصلا، واللي غادي يعرفني عليها واحد الصديق ديالي، واللي كانت كتبين ليا بلي انا هي ظريفه وكتبغيني، ولكن كانت كتساهمني، كانت باغا انها تبيعني للدراري بهذا المعنى. واحد النهار قالت لي اجي عندي للدار نجلس واحد شويه انا وياك، ورا جايين صحابي نتجمعوا شويه نبدلوا الجو. قلت لها واخا ماشي مشكل. جيت عندها هما كيدقوا عليها صحابها، مشيت نحل ودخلوا علينا زوج ديال الرجال اللي كانوا كبر منا وبزاف. وايلي يا فلانه شكون هادو؟ لا لا راه غير تنعرفهم. واخا دخلت للكوزينه وتبعاتني وقالت لي شوفي يا منال اختاري واحد فيهم. وعلاش حتى غادي نختار واحد فيهم؟ حيتاش عجبتيهم، ومن بعد انا مالي وصاحبتي مبغيتش تفهمي، انت بوحدك هنا وكتقاتلي، علاش ما تلقايش لك شي شارف عنده الفلوس اللي يعاونك في الكرا والمصروف؟ واش ما عييتيش بوحدك ونيت باش تقتصدي على مامتك مسكينه وما تبقاش تصيفط لك؟ المهم غادي تاكل ليا دماغي بهذه الطريقه ومزيان. شوفي انا نقدر نحسبهم كاصدقاء وصافي، بلا ما تحاولي عافاك تدخليني في شي حاجه معاهم الله يعطيك السر. واخا دابا غير تعرفي عليهم منال، راه بزوج بهم لاباس عليهم، وراه واحد عنده مشاريع في المغرب يلاه جا وعنده الفلوس، والاخر عنده القهوي والريستورات هنا. بقات كطمع فيا وكتحل لي عينك اكثر واكثر، وانت غير تعرفي على واحد فيهم اللي تخرجي معاه مره مره وتتغدى ولا تعشى وفي نفس الوقت يعاونك الهبيله. المهم غادي نخرج لعندهم وتعرفت عليهم،
وخليت علاقتي بواحد فيهم اللي تبادلنا النوامر مع بعضياتنا، وقال لي بلي انه غادي يدبر لي على خدمه من غير داك الراود اللي ما كانوش كيخلصوني مزيان، وقال لي بلي انه غادي نخدم سكرتيرة في الدومين اللي انا اختاريت في الشركه ديالو. قلت ليه واخا مرحبا غادي نخدم عنده، وهنا غادي نكتشف بلي انه الشركه ما كانتش عنده هنا ولكن كانت عنده في المغرب. شنو غادي ندير فلان؟ غادي تقابلي لي شغالاتي من الدار وتعلميني باي حاجه واقعه. واخا خرجوا واحد النهار تعشينا، رجعنا في حالنا حطنا في داري. خرجنا المره الثانيه وغادي يقول لي نمشيو نشوفوا فلان اللي هو السيد الثاني اللي كان جا ديك الليله الاولى معاه، داك السيد اللي كان رحل لواحد الدار قداشنا هي كبيره، وقال لي راني تقلب على شي سكرتيره في هاد الدومين الفلاني، انا غادي نخلي ليه نمرتي. وقلت لها نهار تحتاج شي وحده تخدم ليك عيط عليا. ما كانت حتى شي حاجه من داكشي اللي قالت لي البنت بلي انا غادي يبرعوك بالفلوس وكل شيء، لانه انا اصلا ما نقدرش ومخليه ما بيني وما بينهم الاحترام. غادي عيط ليا باش انا نخدم داك الشخص الثاني اللي خليت ليه نمرتي ولا يديني ويجيبني، حيت جارو مازال ما كانش مفرشه مزيان غادي نعاونو فيها، بحال وليت سكرتيرة ديال حياته وماشي ديال الشركه ديالو. وحيت هو مفشش بزاف ولاباس عليه وما تيعرف يدير والو، فعاونتو وشرينا ماتيريال ديال البيرو وفرشنا البيوت والدار، وبدا كيشرح لي الخدمه كيفاش دايره. خدمت معاه لمده شهرين، هاد المده اللي كان مخدمني فيها وكان تيدور بيا فيها. راكي زوينه وعلاش عايشه بوحدك؟ وما يمكنش ما يكونش عندك شي خالي تنشوف سيد كبير في العمر وتيدوي غير على مصاحبه. انا كانت عندي انا ذاك 20 سنه وهو كانت عنده 38 سنه، ويا ربي تسمح ليا كاش كيعجبني. كنت نقول شنو هاد الكماره قصيور وغليوض كان يقابلني ويهتم بيا بزاف. داز شهرين حتى لواحد النهار غادي تقرب ليا، بقاو ديك الشهرين اللي كان كيهتم بيا ويعاونني وانا ما عندي حتى شي حد هنايا، بحال حسيت باللي كاينه شي حاجه من جهته. انا ما كانش عندي شي حد اللي ينصحني ولا يحس بيا ديك الساعه، ما كان عندي صحاب، كان هو اللي كنت كنحس بيه بلي انه صادق معايا، كان هذا احساس وصافي. دخلت معاه في علاقه ولا تيعاملني بحال راني مرتو، وما بقاش يخليني ندخل لداري لا جلسي معايا. ما عندك ما ديري في دارك، هو اللي ولا كيخلص ليا الكرا ولا تمشي غير تنقرا. انا ذاك كانت كورونا كلشي حبسوه، كنت تنقرا اونلاين فبقيت معاه في الدار حتى اقتنعت بلي انه هذا هو الراجل اللي غادي نتزوج به. الغلط هو انه انا قبلت بهذا الشيء والسيد مزوج وعنده الدراري، لانه كان عند بالي بلي انا راه مطلق. هادشي اللي قال لي كان تيقول لي بلي انا مفارق مع مرتي، ما فهمتش علاش قبلت بهذا الشيء، فين كان دماغي؟ واش كنت مبنجه واش كنت عميه؟ تخيلوا معايا حديد دان، حيت الله يسمح لي كندير بحالو تماما، ولا تيبان لي هو الامير ديال الجمال وليت كنموت عليه ونبغيه. لحد الان كنت كنحاول انني نفهم وما كنلقاش الجواب لهاد العلاقه، حيت بالدماغ ولا بالشوفه ديال اليوم كنشمئز وتنقول علاش طيحت راسي حتى لهاد النيفو. المهم معليناش، وليت كنخاف عليه كنمسي عليه وكنصبح عليه ديما، ولينا عايشين بحال شي عائله حتى ولاو المشاكل. سيد ولا نرجسي معايا وتوكسيك، ديما تيهيني وتيقول لي شي كلام اللي ما كانش كيعجبني، علما انه ما بقيتش خدامه عنده حيت بدا تيقول لي دابا انت تقريبا مرتي ما تحتاجيش تخدمي عندي. انا فاش كنت كنتناقش معاه كنت كنخرج نمشي نخدم، واخا كنت معاه كنت كنصرف على راسي بفلوسي وما كنتش كنطلب منه ولا فلس الا اذا عطاني هو منه لراسو باش انا نخلص راسي. وكنت نقول ليه شكرا وتنفرح بحال شي هبيله وتنقول والله الا تيبغيني. المهم بقيت معاه بحال شي مدلوله، انا خدامه على راسي وهو ما كيعطيني والو. بخلاصه ديال بزاف ديال الاحداث، دوزت معاه السنه اللي كانت توكسيك لانه كنت صغيره عليه بزاف وحاطيه العين، وتيقول بلي انا راه معاه على قبل الفلوس، وداك صاحبو اللي كان جابني عنده كان تيقول ليه ديك البنت راه بغاتك غير على فلوسك، ولكن ماشي بصح حيت انا كنت خدامه بدراعي. بقيت عاقله بلي انه باش نحبس هادشي كله كنت صافي. قررت باش انني نوض من القلبه وقلت غادي نمشي في حالي، حيت انا ما جايش لهنا باش نبقى مع شي واحد مزوج، ماشي تربيتي ولا حتى من اخلاقي انني نجلس مع واحد باقي مزوج وعنده الدراري، انا ما نسهلش هادشي. واصلا حنا ما بقيناش مفاهمين. غادي نمشي نغضب واحد 15 يوم في داري، وكان تيصوني ليا ما كنتش كنجاوبو، بلوكيتو حتى جا لداري باش انه يراضيني لكن ما حليتش ليه. حتى واحد النهار غادي يصوني ليا واحد صاحبو باش انه يقول لي راه فلان جا كوفيد وحالته ما هياش، حشومة عليك دي بلوكيه وعلى الاقل سهولي فيه. انا تفكرت بلي انه حتى انا داز فيا كوفيد وهو غادي يوقف معايا، فقلت اجي نقابلو كيف هو دار ليا. صونيت ليه لاباس لاباس، بدا تيقول لي فين غبرتي وبلوكيتيني وحشومة عليك وما تبقيش دير ليا بحال هكا.
انا ما تندوش معاك باش انا نرجع لك فلان، انا تندوي ليك حيت قالوا لي بلي راك مريض. شكوى له هو ديما شكوى له، ديما يشكي ويقول هاد الجمله. قلت ليه اذا بغيتي نقابلك انا غادي نسالي مع 12 نشد اوبر ونجي عندك. قال لي لا لا غخليك حتى الغدا وندوز من موراك الصباح. اوه 15 اليوم وانا قاطعه عليه ونقول ليه نجي عندك وما يبغيش. امبوسي شي حاجه اللي هي ماشي تالهيه، حيتاش في المفروض انني فاش كنقولها ليه كيفرح ويقول لي واخا. ديك الساعه شديت اوبر، وديك الوقيته كانوا رابحين معايا الطاكسيات لانه كل مره كنت كنعيط ليه وشاده، وكانت ما بيني وما بينه مسافه اللي هي بعيده. المهم خديته ووصلني ودخلت ما حل لي حتى شي حد، بقيت جالسه في الجرده حتى كنلقاها وهبط من الدروج وخرج. انتي هنايا مانا لاباس عليك، شكون معاك فلان علاش كدوي بحال هكا؟ دخلت للدار ومشيت نيشان البيتون ديال النعاس، ما بغاش يتحل ليا لكن ما غاديش نتفك معاه، غادي نحل داك البيت بالجهد. دفعته بكتفي وانا لقى واحد خيتي كتقاد في حوايجها، صدمني وبقوت انني ما متيقاش شنو واقع. كيسحب لي راسي واش مرتو هذيك هي اللي جات، تنقول ويلي حشومه شو كندير انا هنا؟ غادي نقول ليها شكون انتيا؟ لا انتي اللي شكونتي. شفت فيه وقلت ليه كيفاش شكون انا؟ فلان قول لي بلي هادي غير من هادوك عافاك. تنقول لي هاد الجمله بواحد الحرقه اللي ما تصورتهاش حياتي كامله، صدمني حتى ضرني قلبي وقلت مستحيل يخوني مع شي وحده، حيت هو ناوي معايا المعقول. واخا قلت نحبس معاه كان تيبغيني وكان تيبين لي بلي انه راه كيموت عليا وما يمكنش تجي شي وحده من غيري. غادي يقول لي لا وحشومه ما تقوليش هاد الهضره، راني راجل ومن حقي انني نساك حتى انا باي طريقه بغيت. مشيت بحالي لداري وبديت كنبكي وما تصرطاتش ليا، حيتاش مشيت وخليتهم هاني وما نوضتش معاهم الربالة. صنع ليا منال فينك؟ راني في داري. مشيت لعندو ما لقيت حتى شي حد كان صنع ليه، قال لي هو جاي. جا وبقات يلومني، دابا كنتي اللي مشيتي كتطحي وفي كنتي هذه 15 اليوم عاد جايه دابا؟ واش انا وليا نبقى جالسه في الدار كنتسناك؟ حليت فمي وتصدمت. انا هاد 15 اليوم كنت فلان كنضرب تماره بالليل وبالنهار، كنت خدامه بقات يلومني وعصبني. كان بان ليا حدايا واحد الموس قطعت به عروق يديا، خاف على راسو دهزني وداني للسبيطار. الحمد لله انه ما كانش شي ضربه اللي هي عميقه، دا كيطلب مني السماحه وانت اللي ما تليتيش باغاني وانت هي السبب. انا قلت صافي غادي نبقى معاه لانه بحال دخلت انا داك فواحد الصدمه اللي كانت عاطفيه وكان خاصني نبقى غير معاه. ما عرفش ديك الحاله اللي جاتني مرضت بيه وما بغيتش نشوفه مع حتى شي وحده اخرى، بحال شي بيبي ما قادرش يتفرق على الام ديالو. دازت اسبوع كنت كنسول راسي حتى امتى غادي تبقاي بحال هكا منال؟ هنا في هاد اللحظه النفسيه ديالي بدات كتبدل، غادي نتوقد. وهنا فين خرجت من دارو ومشيت لداري وبلوكيتو من كل شيء ورحلت من ديك الدار وحاولت انني ندير حياه جديده. قلت بارك عليا من هاد الشيء كامل، حيتاش اصلا ماشي ديالي. دوزت شهرين ديال البكا والندم وكندعي مولانا ونصلي ونطلب الله باش انا وحيدو ليا من عقلي، حيتاش كنت مرض وديما كنفكر انني نمشي لشي عماره ندير حراسي حيتاش ولفتو بزاف، كان بحال شي فيروس فيا. بقيت كنصلي وكنقرا القران وكندعي الله. دازت شهرين بالحساب تمسح ليا من الذاكره كانه لم يكن. قرايتي كنت معطله فيها بزاف حيتاش خرجوا ليا بزاف ديال لي غاتخاباج بسببه، ما كنتش كنمشي للمدرسه لانه كنت ثايقه بلي انه غادي نتزوجو كيف كما كان تيقول ليا، وبلي من بعد غادي ندخل مدرسه واحده اخرى حيتاش الاخرى الاولى كنت دايره غير على قبل الاوراق. فرجعت خدمت وبديت كنوقف على رجليا، واخا داز عندي العام قاسح لكن ربي غادي يعوضني بزاف بشخص اللي كيبغيني بزاف مقارنه مع داك النرجسي اللي كان تيشوفني بلي انني كنستغلو وهو تيستغلني انني نكون بحال مرتو، حيتاش تغرب وكنت نوجد ليه الفطور ونقاد ليه الدار ونتهلا فيه ونتقداو. دارني بحال مرتو ولكن غير بفمو. هذه الحاجه الوحيده اللي كندم عليها ليومنا هذا، انا نقبل على راسي نكون مع انسان اللي هو مزوج وكبر مني ب 19 سنه، وهذه هي اكفس حاجه تقدر دير انها تقبل بواحد اللي الفارق ديال السن ما بيناتهم كبير بزاف، لانه خصك تعرفي بلي انه الراجل غادي يلعب بيك كيف ما بغى وغادي يردك شرويطه، حيتاش هو مدوز تجارب وانت كتكوني مازال باقا صغيره عليه، كتحلي عينيك غير عليه فكيدورك على صبعو. هذه هي الحاجه اللي كندم عليها وكنصح البنات المغربين اللي اذا وصلوا للنهايه ديال القصه ديالي، اذا حسوا بالقنطه ولا بالغربه ما تقبلوش انكم ديروا اي حاجه، حيتاش انا كنت عارفه بلي انا كنت غاده في حاجه اللي هي غلطه
ولكن بقيت مكمله فيها وخلص فيها غالي. البنات ما ديروش بحال هاد الاغلاط، اذا حسيتي براسك بوحدك قربي من الله، ولا عمري راسك بالخدمه وحتى الصحابات بعدوا منهم، حيت الفراغ كيخليك انك ديري شي حوايج اللي كتخلصي عليهم غالي. وانا خلصت غالي لانه عام دازت على نفسيتي اللي كانت بغات حماق، لكن الحمد لله ربي عوضني براجلي اليوم اللي كيبغيني بالمعقول. اقل من اشهر تعرفنا وتزوجنا وربي يكمل علينا بالخير، وهنا استفدت باللي انا وليت يبغيك ما تيطولش معاك ودغيا كيطلبك الحلال، واللي بدا بالحرام عم ربي كيسهل فيه. هذاك السيد اللي كنت معاه وصلني الخبر باللي انه باقي اليومين هذا باقي تيضحك على شابات من العشرينات، وهو اليوم عنده 40 سنه مازال تيوعدهم بالخدمه كيف ما دار معايا، ومن بعد كيستغلهم باش انهم يونسوه هو سامح في مرته وفي ولاده وجاي لهاد البلاد للجوء. سمعت بلي ايضا انه هربان من المغرب حيتاش نصب على شي حد بمبلغ اللي كان خيالي، وهو اصلا لاباس عليه في المغرب ولكن خلى بلاده وولاده وعائلته باش يجي هنا هربان. هذه الحقيقه اللي اكتشفتها مؤخرا، لكن ما بقاش كيهم، المهم انني نقصت ديك المرحله قبل ما يفوت الفوت وجا عوض الله. عاودت لكم حكايتي باش تستافدوا وما دارش بكم كيف ما دارت بيا. هذه حكايتي، وهذه هي كانت حكايه منال يا ساده الكرام. هو صحيح بلاد الاخطاء يقع فيهم بزاف ديال البنات اللي كيتغروا، واخا في الحكايه ديال اليوم ديال منال ماشي تغرت بالماده، ولكن الفراغ او لا داك النقص ديال الحنان والعائله اللي ما كانش عندها خلاها انها تمشي تشوف طرف واحد اخر اللي كان طرف ليه هو خاطئ تماما كبر منها، عطات ليه فرصة انه يستغلها. لكن الحمد لله الحمد لله انها وقدت راسها براسها وتوقدت في اقل مدة ممكنة وحبست كل شيء وعودت حياتها من جديد. وهنا فين تحققت لها المقولة تاع من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. فان شاء الله هذه الحكاية تكونوا استفدتوا منها، خديتوا منها عبرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو في الحلقة المقبلة، وسلام سلام.